سليمان زيتون من سوريا مدينة حمص، طبعا ريف مدينة حمص. أنا رابعة من سوريا من ريف دمشق، مدرسة لغة عربية. أنا اسمي فؤاد فؤاد، أنا طبيب من حلب الأصل، تركت وجيت ب 2012 لهون لبيروت. أنا هيام برهان، عمري 53 سنة، من ريف دمشق، منطقة اسمها الزبداني. أنا اسمي محمد العماري، سوري، من محافظة درعا، جنوب سوريا. أنا اسمي منى، أنا من سوريا، من سوريا، وتحديداً من حلب الشهباء. صفاء الدين عبد الله الجدوع، من حمص، حي باب عمر. اسمي دلشان، من سوريا، من منطقة عفرين، ب 27 شهر الثالث بأذار 2011 جينا. اسمي الأب سيرج عبد، أنا مواليد 76، عمري 45 سنة. أنا أمينة حربة، متزوجة، أم لخمسة أطفال، جايين من منطقة القصير وحمص، محافظة حمص بسوريا. جينا بسنة 2013 لاجئين على لبنان وبعدنا. محمد المفتي، أصلي من الشام، من ساروجة، منطقة اسمها ساروجة. أنا كوكب محمد سباع، جاي من سوريا من 2012، من منطقة منبج. ايه عمر؟ مغيمين بلبنان. معليش نحكي مع حبابك؟ عمر كان عمره تقريبا شي 5 أشهر 6 أشهر لما اجينا لهون. الو حباب، شلونك؟ كيف صرتي؟ ان شاء الله زينة. بحكي ماما، تعال احكي لي عن سوريا، نبرك بالليل، تعال نحكي عن سوريا، بدل ما نحكي حكايات من القصص نحكي حكايات سوريا. لك اهلين وسهلين ومرحبتين بهالعينتين، الله يجعل صباحكن مسك وعنبر ومساكن ورد وفل وياسمين. اهلين اخي عواض. يه يه يه، اهلين بحبيبي واخي وابن حارتي كركوز. وين مختفي اخي عواض؟ لك لك شو بدي الا، ما خليت مكان يعتب علي بسوريا. يا عيني يا عيني، وشو هاد شو جايب لنا معك بهالصندوق اخي عواض؟ ايدك عنه، هذا ما بنفتحه غير لخلص له الحكايه. شو فهمنا؟ طيب ماشي. كان يا مكان بقديم الزمان. هلا بنحكي وبعدين منا. انا عواض. وانا كركوز من الشام. وانتو من وين يا حلوين؟ انا من حلب. انا من دير الزور. انا من اللاذقيه. انا من منبج. من درعا. انا من ادلب. انا من حلب. انا من حما. انا من ريف حلب. انا من سوريا، من الدير، من السويدة، لاذقية، من الجولان، حسكة، من حمص، الرقة، الشام. إذا بدك منا محافظة وحدة، هي 14 محافظة، وكل محافظة إلى عاداتها وتقاليدها. بيختلف لهجة الكلام من محافظة لمحافظة. هلأ أنا اللهجة الحلبية لما حدا بيحكي معي فوراً بلقطه إنه هذا حلبي. إذا بقلي شنو؟ بقله أنت منك حلبي. اللي كنت شوفه بشام هو الدفى. ما بحكي بالطقس، عم بحكي بالدفى، الناس، دفى الحارات، طيبة العالم. العالم بتعرف بعضها وما بتعرف بعضها، بالسلام على بعضها، بتخدم بعضها، ما فيه حدا يضيع. على طول في حدا بيمسكك من ايدك بيوصلك لاخر الدنيا. بتذكر ستي اخذتني على الشام القديمه، على الجامع الاموي، نمروا بحواري ضيقه وضو كتير نايس وهيك كونتراست عالي بين الابيض والاسود،
فجأة منلاقي هالساحة والمدخل على الجامعة وملون ألوان فجأة هيك. بتذكر كنا نروح بيت جدي على البستان بمكان اسمه الحلالة زرايا، كان في شجرة، كان في بالأول أول البستان كان في بير كتير غميق، وبعدين في شجرة تين، وبستان بعدين كله في مشمش. بتذكر أكتر شيء المشمش لأنه كنا كتير يعني نقطف، وبتساوي لنا أمي عصير مربى مشمش. كان في توتة شامية. لما بختر لي حلب فجأة بيطلع كم مكان بذهني، يعني بيطلعوا يعني أكتر شيء بيطلع مثلا المقاهي، فالمقهى هو مكان الناس تلتقي بس بدون موعد فعلا، وبتمشي كل الحوارات والنقاشات، وإذا بدك العلاقات والحب والخيبات. أول مقهى الحقيقة بذاكرتي هو أطول مقهى بقينا فيه، لأنه أنا رحت على هذا المقهى أول ما دخلت الجامعة، يعني 18-19 سنة، اسمه مقهى القصر أو قهوة القصر. كان بيجمع كل طبقات اجتماعية موجودة بالبلد، وبنفس الوقت بيجمعهم من خلفيات كمان طائفية وإثنية يعني مختلفة، وكان سبب اجتماعهم الثقافة نفسها أو الفن. هلا محل ما ساكنين أهلي من زمان مقابل سكة القطار. سكة القطار كان القطار مو سريع، يعني قطار بخاري. بقى صرنا نغني أنا وأخواتي، بتذكر تصفر صفر يا بابور، خدنا عالزبداني، بالبيت منعمل فطور والغدا ببلوداني. درعا هي كل شيء بالنسبة إلي، هي محافظة متعددة الثقافات. يعني درعا البلد هي المدينة القديمة اللي انفتح فيها خط الحجاز، يعني خط الترابط إذا بدك بيننا وبين الدول العربية كلها. الريف تقريباً هن ناس فلاحين يعني، والفلاحين أنا عم بحكي عن كل الطوائف الموجودة فيها، وناس متعلقة كتير بالأرض. يعني بيي إذا بكون عنده 10 دلمات أرض بقول له بدي بيع هيدا الدلم، ببيعني وما ببيعه. خميس الحلاوي بحمص، كل الناس بدها تشتري حلويات كلها، خاصة الأطفال بدهم حلاوي. نقول له خميس حلاوي، في حلاوي لونه أحمر وأبيض، هاي معروف في أكثر شيء. وفي خميس نحن بنسميه خميس البيض كمان، كمان هذا من الطقوس اللي كانت موجودة عندنا مألوفة يعني محافظة حمص. هي كل واحد كان الصغار تاخذ بيض ملون، تسلق الوالدة تسلق البيض وتلونه بصباغ أو شيء، إيه بقى نحن الأولاد نأخذ هالبيض هذا، اثنين يجوا يضربوا بعضهم هيك إنه مين بيكسر البيضة للتاني. عفرين بتتميز بزيتونة، بزيتونة والزيت تعوله وبالرمان الشغل بسيطة وبطبيعتها الحلوة، وتحت منها في مسرح كتير كبير قديم، مسرح بيزنطي، وبجنبنا كله ينابيع وأنهر، طبيعة ولا 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 بالخيال، صار على حدود تركيا. كتير حلوة. بأيام العطلة كنت بالمدرسة صغيرة نقعد تحت شجرة الصنوبر عند جدي، فسحة كبيرة كبيرة، نمد السجاد الصوف القديم اللي يعملوه على الإيد، نمده ونحط هالطراريح القديمة اللي عاملينها من الصوف القديم والمخدات القش، يحشو قش، نحطهم مدهم كلياتهم، نقعد اللي بده يعزف بزق، اللي بده يغني، اللي بيعمل حلقات دك يرقص. سري سبادو دي سودو بليلي، نيرشين دو بليلي، حاتوني بيفوري كل يوم أو كل يومين ثلاثة روح
ضيع بالمدينة القديمة، يعني كان في دكان جدي كان له محل كانوا يعرفوه كل أهل حلب، بسموه العطار، يعني يعطي إشياء وصفات عربية، يداوي بالأعشاب، أكيد باعتماد على كتاب من عنا من لشخص اسمه الأب متى تراب، يعني ريحته كل ما بشمها الريحة بتذكر المنطقة، بتذكر جدي، بتذكر المدينة. فكل شارع من أوله بتبين من ريحته شو هو، إنه في حواس بيشتغلوا كلهم سوا وبيألفوا هيك ذاكرة مع المكان. في أسواق للحرير، في أسواق للفضة، في أسواق للنحاس، في أسواق للبزورية. حلب هي المدينة القديمة، هي الآثار، هي الأسواق، يعني فيها سوق العطيرين، فيها سوق الصابون، فيها سوق السداج، فيها سوق الحرف اليدوية. إنه إذا بتروحي على سوق اسمه سوق النحاسين تسمعي شلون دق النحاس، دق دق، عرفتي؟ إذا بتروحي على معمل النسيج بتسمعي صوت مكانات النسيج. هي نقشات إسلامية مأخوذة من جامع اليمن. هي ورقة الشجر هي الثالثة. القلب يعشق كل جميل، القلب يعشق كل جميل، ويا ما شفتي. هلا هي المصلحة كلها الحفر المبيلة على الخشب، فهم؟ هلا أنت بتجيبي خشبة مثل ما شايفتي هاي، سوية هيك. أنا فوق. هيك ما فيها شيء. صارت هيك. هذا الفن. هي المهنة بالشام مشهورة معروفة يعني دوليا. زماننا كنا تلاقي ما في بيت إلا ما في واحد أو اثنين يشتغلوا فيها، وإذا كانوا العيلة كبيرة يكون 4-5 عم يشتغلوا فيها. بالنسبة للأزميل هاي أنا جايبها معي من الشام، يعني عمر أنا وياها. المدينة القديمة بحلب مختلفة جداً عن المدينة القديمة بالشام. واحدة من الإنشاء تبعها من خشب وطين ولبن، وحلب حجر لأنه جيولوجياً المناطق مختلفة والمواد الأولية الموجودة مختلفة. حما كمان غير شيء مع طواحينها، مع المي، مع في غير نمط. كان البيت القديم هيك له خلينا نقول علاقة إنسانية جميلة جداً. بيت جدي كنت أطلع موجود فيه من البيت من الخارج، بيت لبن طبعاً، وسقفه من الخشب ومن القصب. كنت أشوف من الخارج في طاقة، يعني طاقة هيك كبيرة. أم قالوا لي هاي سنونية. شو هي سنونية؟ هي في طائر اسمه السنونو معروف، كان يجي فصل من فصول السنة يجي، كان يقعد فيها هالطائر هذا. يعملوا له مكان بالبيت القديم. بس بتذكر وقت كنت عند ستي بحوش العربي كان في برا شيء اسمه مصطبة، حجر كله علوة نص متر وعليها هيك يعني حجار، أقعد عليها يجي الحلاب الصبح يحلب الحليبات يعطينا إياهم، المهم ناخد الحليبات سخنين. البيوت التقليدية هو بيوت من غلقة على المدينة مفتوحة على حالة من جوا، عبر فناء وبحرة وليوان، يعني مثل هو حي صغير جوا البيت. طابق الفوقاني بينسكن بالشتاء، والطابق الأرضي بينسكن بالصيف. في دائما طاقات وشبابيك هيك للتجسس، النسوان دائما بتشوف من فوق شو عم بيصير وبيسمعوا شو عم بيصير تحت. الرجال بيقعدوا بالليوان، القعده هاي العربيه والبحر. بنرجع ل 300-400 سنه لورا بنكتشف انه دول بيوت هن عباره عن مكيف طبيعي. هذا الليوان، صندوق الليوان دائما بيطلع على الشمال، فهو بياخذ الهواء بيضرب فيه وبيرجع بيبعته على البحر اللي هي بتطلع رطوبه، والشجر بيرجع بيوزع الرطوبه، يعني بيعمل حاله مناخيه بارض دياب. في البيوت القديمة قطعاً في شيء اسمه بيت المونة اللي بيحتفظوا فيه الأشياء. بالبيوت الحديثة في مشكلة وين يخزنوا يعني الأشياء. فأما بالسقيفة أو في بيوت لدرجة في أبنية، وبنايتنا اللي سكننا بيت أهلي في واحدة فيها مبني أقبية بالبناية نفسها ومخصصة لكل عائلة لهم تاع
تحت يعني بالبناية بالأبو لهم غرفة خاصة فيهم. إيه حبيبي أنت غرفة بالبيت ما عندك حتى يكون عندك بيت للمونة. يوه 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 يوه، ليش أمك ما كانت تعملكن مونة ولا شو؟ كان أكلكن تازة يعني من أرضه. لكن بلا كانت تعمل يا أخي، بس كانت تحطهم بسقيفة مو بيت مونة. إيه سيدي، غرفة بيت سقيفة، المهم المونة اللي بقلبها تاج راسي. آه شو بدي خبرك، دامي بار وحبال كلها بيتنجان معلقة بالشمس، الناس كلها مشلوشة بالمونة. يا عيني يا عيني، مذكرتني ابن معقود المشمش اللي كنا ناكل منه بالسر من قلب القطرميز. ايه والله شهيتني. يعني تقريبا اول ما استقليت ببيتي فصرت اعتمد على حالي بالمونة. بنعمل المكدوس، هي الاكلة الشهيرة فيها السوريين، تحسي هي هيك شيء اساسي بالمطبخ. يعني بعمل اللبن على ايدي، جبني نادرا يعني، واعمل على ايدي، بشتري اغلب الاحيان جاهز. بعمل مربى التين، مربى الباذنجان، بعمل مربى العنب والكرز ومربى القرع، وبعمل الزيتون الاسود والاخضر. يعني تقريبا هدول بعمل المخللات. بنعمل جبنه، يا ريت يعملوا كيلو كليين، خمسة يا أمي 70 100. نحط الطنجرة على النار على الغاز الأرضي طبعا، مو إنه هيك منوقف لأنه بدي ياخد فترة كتير طويلة. وبنعمل الجبنة وهي سخنة، بدك كبسيها بإيديكي كرمال تاخد حبة البركة والمسكة والشو اسمه المحلب. اللي بتزرعينه بتعملي منه مونة، يعني حتى الفول بيجففونه وبيحطونه بالبيت بيعمل مونة منه. كمان النعنع بيقصونه بينشفونه وبيحطونه مونة. الفليفلة الحمراء كمان بينشفونها بيحطونها مونة بالبيت. الكمون بيطبونه طب. الحنطة بيسووا منها البرغل. السليقة كان بده تشترك فيه عدة عائلات، لأن ما بستطاعت مثلا عائلة واحدة، لأن كانوا يجيبوا بلو. البلو هذا قطره تقريبا محدود المتر ونص بمتر ونص، دائرة مستدير، بدهم يشعلوا عليه نار بالشارع أو بأرض فلك، نرفعوا بلوك خفان ونحط تحت منه فحم حطب تشعل النار، يحطوا بقلبه الشوالات سليقة قمح أو يجيبوه، بعدها يمدوا الحصر يتجمعوا نسوان الحارة ويصيروا ياخذوا سليقة ويجيبوها على الأرض لحتى تبرد. بعدين كل قسم من العائلة بتاخذ حصته بيحطوهن فوق وين على أساطيح، بفرشوهن مرة تانية لحتى ينشف على الأخير ويسووا تطحنوه كمان بصير برغل. فبتحسي هاي لذتها هالقصص هاي بالجمعة ولما نكون كلياتنا عم نشتغل بالنار وما حد مهتم إنه يلا توسخنا وصارت ريحتنا دخان، فنعمل سهرة ونسلق الدرة مع القمح، يعني عايشين مثل الأهل، جيران إسلام ومسيحية كلهم يجتمعوا. خلص اليوم السهرة أو اليوم جايين عم نسلق مثلا نفرض عن بيت أم محمد، فلازم كل الحي يجتمع. وأيام يمكن بيدخل دق الدربكة والأغاني وهالقصص الحلوة. هلأ مثلا في غنية حي لنحي، هي بغنوها لحتى يكونوا عم يشاركوا أسماء كل الموجودين، وبتضل كل السهرة وحي لنحي وحينا ومن حي. بفكر فيها شوي، هو كتير عمل شام بس مع الضحك والجمعة الحلوة، فمنخلص عم نطالع تقريبا طن قمح على السطح ونحن مبسوطين ومكيفين. وشفتا تخبز عت النار وتحمل بإيد الكارة، وخدودة مثل البلور بغار عليها من النار، شفتا تعجن عاجينا الله يعينا، تعجن عاجينا الله يعينا، وتكرج مثل الماكينة خيط صطابي. أنا كشخصي أنا بحب أكلة اليبرق ويبرق العريش. طبعاً هي العريشة هون أنا وقت لما تطلع بالربيع بكون عم أطف منها وبخبي منها مرطبانات مشان الشتاء. في أكلة موجودة بحمص سألت عنها بكل المدن ما حد عرفها، بقى حسيتها هي خاصة بإيه الحمص، اللي هي محشي جزر. نعمل منسف، منسف ايه منسف
تجي لعنا نعمل نجيب خروف نذبحه ونعمل منسف كثير. اذا انت عزيزه وغاليه مثل ما بيقول بتصير معاه كبب، بصير معاه لبنيه، بصير معاه شاكريه، ما هي كثير شغلات بتصير معه. في اكلات عندهم كثير كثير مميزه مثل لحمه بكرز، هي ما حدا بيعرفها، هي حلبيه، وانواع كبب عديده عديده. في عنا شيء مصنوع من الفخار، رح تجيب البرغل وتجبليه هيك جبل، له طريقة بالجبل لحتى يطلع معك كبة حلبية أصلية. منبلش بعيد البربارة، كنا أكيد القطايف هيدي والكنافة لازم تكون موجودة، وأكيد القمح المسلوق. منجي بعدين على عيد راس السنة لازم ناكل شي يكون أبيض، لبنية، شي فيه بياض لحتى تكون السنة كلها كمان بيضة وفيها تفاؤل وأمل. على عيد الغطاس بيسموه، كانت ستي عندها كتاب الإنجيل القديم والمزامير، كانت نتجمع حواليها أنا وأخوتي وقرايبيننا وكذا، كل شخص نفتح صفحة هيك لعى التعيين من الكتاب ونشوف شو حظنا، شو جايينا مثلا بهالسنة، شو الآيات الموجودة بهالصفحة. كتاب كتير قديم وبعده موجود عنا. في أماكن بسوريا مألوف عندهم شرب المتة. المتة هي عبارة عن كاسة ومصاصة وفيها متة تنقع نقع، بقى هذا مشروب بالنسبة لمحافظة حمص، يعني مشروب رئيسي. يقطفوا عنب كرمال يروحوا يعملوا منه الباستيق والسنجق. كان الستة عند اللي يعصروا العنب يحطوه بحلل الكبيرة تحت منه موقد حطب، طبعاً مش إنه مثل هالأيام غاز، كان يحطوه وتحط بيناته النشا بين عصير العنب اللي طلع ليسمك. كنا نحن صغار معاها شو نعمل، نكسر الجوز تطلع الحبة مثل ما هي ما تكون مكسورة، نمرقها بخيط خيط وإبرة عماها لنا شي ما تتكسر وتفرط، تغمسهم بالحلة وتطلعهم يطلع منه السنجق. حسب المناسبة في المشروب يعني، وهذا بيختلف كمان حسب الطوائف يعني. يعني بيقدموا مثلا بالمناسبات الحزينة القهوة لازم تكون مرة، المسيحيين بيقدموا العنبرية اللي هي بفترة الأعياد، الشراب اللوز مثل ما قلنا عند معظم الطوائف بس بالفرح. كان الوالد يعمل قهوة بمهباج، مهباج له حسب اللي بده يدق، يضرب بالمهباج هو له عصاي، عصاي إلى جهتين من فوق ومن تحت، كل جهة منها إلى نغمة حسب ما بيكون مزاج البني آدم على القهوة. مثلاً قاعد مثلاً هالمساء عند هالليل قاعد بنغم نغمات حلوة. اللي بابا لما بتفهم نغمات المهباج بتعرف الحزن من الفرح فيه، لما بتكون سعيد ومبسوط تعطي نغمة غير. قولي يا كراكوز صلعتنا يا زلمة، شو عم تعمل؟ هذا مدق التوم أخي عواز. قولي عليك ضحكتني، والله ما يسمعوك عم تقول مدق توم بدل المهباج إلا ينضرب فيك المثل فورا. يوم يوم يوم، ليش الفرق تاج راسي؟ لك شلون شو الفرق؟ الفرق بروايح الهيل، مو توم تاج راسي وخود على شرب قهوة، يعني من مبدأ الأول للضيف والثاني للكيف والثالث للسيف. ايه يعني شغلة أبراتي. لك أنا ما قلت لك ما تقرب على الصندوق. المهم سيد راسي، وكل الوقت على جرش جرش واطبخ هرش، جرش جرش واطبخ هرش، الله وكيلك ما بيوقفوا على دق وشرب وجمعات وأجواء فرايحية على مدار الساعة. نحن كنا مثلا كل يوم خميس لازم نروح كلنا لعند أهلي، يعني كنا تقريبا شي 30 شخص بين أبناء وبنات وأحفاد وحفيدات، فأخواتي صوتهم كتير حلو يعني، فلازم نكون عم نعمل مولد، عم نعمل هيك حفلة هيك تجمعنا كلنا. جدي أبو اسمه كان مرافقنا بأيام طفولتنا، كان يلمنا نحن وأطفال الحي تقريباً،
شي 15 طفل ويقعد يحكي لنا قصص. والله كان دائما يحكي لنا قصة الشاطر حسن. ايه وكيف كان يدور على الأمير على الأميرة زموردي، وكيف ما بعرف لوين طلع وراح وجاب جبل الياقوتة. فكل خميس يحكي لنا قصة الشاطر حسن، كل خميس قصة الشاطر حسن، وإحنا ما كنا نمل منه. فبعدين بعد ما مات بشي يومين ثلاثة كانوا عم يخبروني إنه هذا هو مو جدنا الحقيقي، يعني هن جيراننا مسيحية بس نحن عايشين مثل الأخوة لأننا يعني بحي واحد والحيط على الحيط. ويمكن هو ما كان في حيط، كان في الشجر اللي نحن زارعينه، شجر الرمان هو جاي لعندهم، هن زارعين الدنيا ما يلي لعنا على الحيط. عندي أصحاب اللي هن من الأرمن يعني، كنا نظهر سوا، نروح سوا، نسمع موسيقى سوا، حتى في منهم كانوا يعزفوا جيتار وعود كمان، هو العود مش آلتهم بس إنه كانوا شاركونا هاي الثقافة. العزف الأرمني هو كتير عزف هادئ جدا، فلهيك بحبهم. وصرت أستخدم المقطوعة الأرمنية بنفس الوقت، فوت يعني شبكها بين الشرقي والأرمني. كتير ثقافات، بس بالعامية بشكل عام بقدر اختصر لك المناطق السورية كلها بشكل عام بأربع مقطوعات، اللي هن حجاز ومقام صبا والعجم والأرمن. هلا نحن عنا صباح فخري هو متراس، وعن جد أنا لما بسمعه بحس برياحة نفسية إذا بدك. هو مثل القمة تبع الموسيقى بحلب، يلي نقل كل هالتراث الحلبي ونشره بكل العالم، أكيد بإتقان كتير حلو. الموسيقى بحلب يعني اللي صباح فخري بيمثلها هي جزء أساسي من الحقيقة من المدينة. يعني واحد من الموسيقيين الحلبيين المهمين كتير اللي هو نور اسكندر، كان مهتم كتير بالموسيقى المحلية، ومهتم أكثر يوثق الموسيقى السريانية، ما يسمى القدود الحلبية، واللي هي رمز المدينة، واللي هي جزء منها مرتبط في التراث الديني الإسلامي، يعني تراث الزوايا أو الزوايا الدينية أو المساجد. لكن وراها الطبقة يعني أعمق شوي بالتاريخ، كانت وراها السريان. أوف 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 اوف 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 اوف. وانت مفكر ان ما في غير صباح فكري؟ يوه يوه يوه، ليش مين في كمان؟ اشي بتسمع اديب الدايخ وشي محمد خيري، هاد اذا ما حكيوا بالادم سيد راسي، يعني بعمر البطش وبكري كردي وصبري مدلل. يا عيني على الدلال يا عيني، لك كل السماء شفت السرود بحمص والاغاني على عاصي حما، لما اعراس الباديه اغاني ودبكة وأهازيج، من الصباح لليل، لا يوم ولا يومين، ايام وليالي وليالي وايام. زفت العروس القديمه ومشكلي عرق المضاف، وانا عشانك عم بضعف، لو حلفوني على المصحف ما هو بدالك يا عروسة هالله. فلازم كل عروس وعريس بينزلوا يجهزوا من سوق الحميدية، لازم يمرقوا على مطعم أبو العز يتغدوا، ولازم يمرقوا على مطعم بقداش ياكلوا بوزة، لأنه يعني يا بيكون بخيل العريس يا أما كانت أعراس قبل عالدبكة، حلاوتها بالدبكة إنه في عدة دبكات، في دبكة العرب وفي التوبي، في شكل خرز، شكل خرز بده يكون طبعاً بنت وشاب، بنت وشاب، في الرأس الشيخاني، الرأس الشيخاني هذا مخصص لمين؟ الزلم الشباب، أو مثلاً الزلم المعتقين قبل، أحياناً بسيوف، أحياناً بخناجر، أحياناً مسبحتين أو منديلين. الحنة أكتر شيء نستعمله وقت الأعراس، وثانياً وقت الأعياد،
مصباح العيد بالليل قبل العيد بالليل نحني ايدينا ونصبح الصبح مين حنتو اجمل مين صابه اكثر وبيات وشدوا لها مخدات ما بتطلع العروس وما تودي عرفقات ويا مينو عالباب ويا نحنا عالباب ويا تعطونا العروس وما نكسر الباب. لباس العيد كنا يعني من درجة تيكي فرحنا فيه كنا ننيمه معانا نجي نمسكهم وتياب العيد وكلنا فرح وسعادة إنه حنلبسهم ومع مين بدنا رفقات ننقي ببالنا مين رفقات اللي بدنا نطلع معهم. يجهزوا قبل العيد بثلاث ايام اربع ايام شيء اسمه الاقراص، يعني ما بس انه عائله واحده تعمل المعمول او الاقراص، احيانا الجيران يشتركوا فيها. يقعد الرجل او الشاب يشمر عن ايده ويعجن بكل قوته، هاي ايده هاي بدها تغوص، لان اذا ما كبس بكل قوته بكل حيله ما بتصير عجنه، بتضل لساتها طحين. حتعجني اليوم للمعمول؟ ايه، يلا لكن جايين السهره عندك بدنا نساعدك بالمعمولات لحتى تعمليهم. بكرة فلاني أنت اليوم سوينا لك بكرة المساء لإلك أول إضاءة النهار حاطين على راسهم هالصدورة أو مناسف ومسطرين فوقهم الحلويات ورايحين على فرن الحارة وتلاقي الولد متعبش على عود ومود كهرباء أخذ. بعد صلاة العيد لازم نطلع على المقابر، كل إنسان فقد عزيز بيطلع بيقرأ له الفاتحة يعني كطقس من طقوس العيد، وطبعاً بياخد معه أشياء كنا نعملها نحن بنسميها راس. نحن من الطائفة اليزيدية من عفرين، الديانة اليزيدية صار لها أكثر من 5000 سنة قبل الميلاد، منصوم صيام خضر الياس يوم كامل، وبنفس الوقت عنا عادات وتقاليد فيها كنا نحمص كل أنواع الحبوب الموجودة ونملحها بكثرة. يقولوا بهالمناسبة هاي من هالنوع الحبوب اللي بياكل منها بيحلم حلم بيتمنى يعني بيتحقق حلمه. في منطقة ساحة فرحات يلي فيها 3-4-5 كنائس لكل الطوائف المسيحية كانوا يعملوا الزياح بحيث انه كل واحد يعملوا بساعة معينة لحتى يتجمعوا كلهم مع بعض بوقت معين، يعني نشوف الساحة ما في محل نشوف الأرض قد ما فيها عالم وفيها هالمؤمنين عم بيشتركوا بآلام المسيح، وبيكون في قدامهم هالفرقة الموسيقية النحاسية يلي بتعطي جو هيك خشوع كتير. السلام عليكم. وعليكم السلام. أيام طفولتي مكتبة اسمها مكتبة الشهبة، كنت أدخل على المكتبة صغير كتير أظن 5 سنوات 6 سنوات يمكن بهالعمر، كنت أدخل على المكتبة فوالدي كان يضل تحت ويقول لي اطلع لفوق. أيام بذهني حجم الألوان الفظيعة اللي فيها الكتب واللي هي مجلات ميكي وسمير وكان في مجلة سورية اسمها أسامة وفي مجلدات صغيرة. إذا الجملة الأولى من يقرأ الجملة؟ كان والدي يتمنى أني أتعلم أو أكون أستاذ. نحن مجتمع بيحب العلم كتير، بيحب الناس المتعلمة، بيحض على هالشيء هذا. يحبان أحسن. إذن الفعل في هذه الجملة يحبان لأنه من الأفعال الخمسة فترة من فترات شزين على الطريق يعني صرنا نحس حالنا أنه بدنا نترك المدرسة. والدي شعر هيك شوي بخيبة الأمل أن نبني على الموضوع، يعني بنهاية الحديث قال لي أنه يا أبني يعني إذا لا توطي لي راسي، ودرست الجامعة وتخرجت من الجامعة وكان والدي فخور فيني الحمد لله قبل ما يموت. مرحلة الجامعة كانت كتير كتير حلوة، يعني كنا خصوصي بالسنة الأولى كان لسه هيك هاي شعلة الحماس، يعني نعمل حلقات بحث
كان جو هيك نشتغل مثل النحل يعني، بمثلا مهرجانات السينمائية كنا كمان نروح نحضر بكليات الهندسة إذا في معارض. كان في كتير مقاهي رصيف يعني، اسمه شارع بارون، هذا الشارع الأساسي اللي هو فيه المسارح والسينمات والحياة الليلية، في مسرح للدولة إذا بنسمي المسرح القومي، لكن المسرح الأكثر نشاطاً كان أو المسارح الأكثر نشاطاً كان في مسرحين بالمنطقة إذا بدك الأرمنية. صار في دار أوبرا، صار في فعاليات ثقافية مهمة، و2008 كانت دمشق عاصمة الثقافة، فكان على طول في جو معارض كونسرت حفلات. يعني معقولة هذا المسرح الأرمني والوطني والأباني معقولة هيك هلأ صاروا ينسونا يعني؟ يعني شي بيسم البدا؟ إيه لكن تاج راسي منضل نحن الأصل والتراث والأقدم كمان. لا 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 شو هالحكي هذا؟ في عندك لسه المسرح الروماني بتدمر ومدرج بصرة شغلة كمان قديمة كتير كتير كتير. مهم أخي كراكوز وحياتك فوق كل هالحكي، العالم ما له سيرة غير سيرنا وقصصنا، يعني بكل عرس وقلنا أرض أخي كراكوز. يا عيني هذا الكلام، هاد افتح لي هالصندوق وأرجينا أرض من هالأقراص أخي عواض. لساعتك عم تسأل شو فيه بالصندوق بعد كل هالحكاية؟ هي هي تاج راسي، هي هي الهدية. هاي سدجة الصلاة جبتها معي من سوريا، وهاي مسبحتي هلا ما بنيم الا هي تكون ما نام الا تكون جنبي. كان الشغل اللي كنت حب انه جيبه معي، كنت حب جيب معي الماضي. الماضي هو عبارة عن ألبومات من الصور. كان في هيك وش مخدة هيك مطرز تطريز، يعني امي الله يعافيها هيك بيطول عمرها كانت وهي عند اهلها وهي هيك صبية مطرزتها وش مخدة فعطتني اياها، فأنا يعني حافظت عليها وجبتها معي لهون. بقى في أشياء يعني موجودة بحياتنا، أدوات إلى علاقة روحانية معنا. كتير حبيت أنه أكون جايب معي طاحونة البن اللي كانت تستعملها أمي. هلأ أنا الشغلة اللي دايماً بحب أحرص أنه تكون عندي بهذا معي يعني هي الصابون الغار الحلبي يلي ما ولا شيء بيقدر يعوض عنه. هاي مش ناي بتضحك منظرها بعرف، بس أنا محتفظ فيها لأنه هي اللي علمتني صراحة. هي هاي أنا بصنع بإيدي على فكرة، من شبكة تلفزيون قديمة. أنا ما كان معي حق ناي يعني كنت صغير بالعمر، فحربشت على السطح وقطشته وصنعت منه أول ناي بحياتي. بابا الله يرحمه كان غراضه كله بعفرين، كنت بالبيت بدي شي ذكرى منه ليضلوا معي. جبت مسبحته وساعته وفي معلقة جبتها، معلقة كفجير بيقولولها، هاي كانت للستي الله يرحمها. حملتها معي وجيت، عم أمي طلعت فيني هيك قالت لها شو أخذتيها؟ ما في خير الله منهم، فيك تشتري. قلت لها هاي ذكرى لإلي من ستي. وين ما رحت أخذتهم معي، وقت رحت درست بفرنسا أخذتهم معي، هو سجادتين لجدي وصندوق، كمان صندوق خشب هيك عتيق. لو إني قدراني أجيب معي كنت يمكن بجيب من كل شيء بالبيت قطعة، يمكن كنت بجيب من شجرة الليمون اللي زرعتها بإيدي وهي بتعني لي، هي من عمر البيت اللي أنا عمرته، شجرة البرتقال وعريشة العنب. أنا زرعت النعنع وكمان في المليسة كتير أنا بحب أزرعها لأنها هي مفيدة جداً وهي تاركة أثر فيي، لأنه أنا كنت زارعتها ببيتي وبالزبداني وحبيت أزرعها هون، رجعت زرعتها هون وهي بتعني لي شيء كتير منيح. غادرت سوريا بس ما غادرتني، يعني بعدها هيك محفورة جواتي. بدي أقول لهم لأولادي إنه الإنسان قوي بعدم استسلامه،
يعني نحن منتذكر الذكريات الحلوة لنضل محافظين عليها وعايشين هيك بهذا العبق الحلو. كسورة أنا بحس اللي كانوا قبل أنا امتداد إلهم، أنا هون خدماء كانوا هون. أحيانا بتحط إيدك على حجر إنه هي يا ترى القدماء كم شخص حط إيده عليها، شو حس، مين اللي بناها؟ تاريخنا وتراثنا وجدودنا وآبائنا بعده محل وموجود، من المهم نعرف مين نحن ووين كنا وكيف صرنا وليش جينا لهون. فكتير أنا بخبرهم لأولادي وبحب إنه فعلاً يضل ذاكرتهم هيك حي عن سوريا وكيف كانت حياتنا حلوة، كيف كنا نطلع، كيف كانت حفلاتنا مشتركة، أحزاننا مشتركة، أعراسنا مشتركة. في عادات وتقاليد جميلة جداً بحب أعلمها لأولادي، بحب أن يتمسكوا فيها لأن هي هويتنا، هي الشيء اللي بيعطي انطباع عن الحياة اللي كنا عايشينها. أنا كلي هنيك وروحي هنيك وعمري اللي قضيته كله هنيك، وإذا بدك عالمي الخاص كله هنيك. مدينة هي مثل كأني كائن حي بضل عايش مع الإنسان كل عمره. الزمن بيصفي الأشياء السيئة، بيخبيها وبيطلع بيضوي أكثر على الأشياء الحلوة. بتذكر الأماكن أو الشوارع أو الحدائق أو وكأنه صور بوستال. يعني من ناحية بتقولي المدينة ما ماتت خلال 5000 سنة، وأظن راح تساعدنا الموسيقى والأكل على أنه نتذكر أنه هالمدينة كان يعني راح يضل ينسب إلى أكل، راح يضل ينسب إلى الموسيقى، ويحسن حظ أنه فيها الاثنين بقيانين برا المكان. هلأ أنا سورية وأنا هيام، وفخامة الاسم بتكفي، سورية. وتوتة توتة بنكمل سوا الحدو.